واحدة، إنما الرغبة في استقلال بالإيمان القويم هي اللي بتعمل هذه الشروط. في وجود واقع متردي لم يتغير، يعني الثورة قامت ونجحت خطواتها الأولى بس لسه الثمار ولسه الخطوات الثانية، ولا تزال الناس بتعاني مما كانت تعاني منه، لأن يعني الثورة مش تعمل كده فتاني والصبح تبقى الدنيا حلوة، لا بالعكس، ده يمكن الشهور اللي بتعقب الثورة، أنا أتصور إن الحالة المصرية الحالية تستمر يمكن لمدة سنتين أو حاجة على ما تهدأ. خلال هذين العامين وارد جدا مثل هذه القرارات طبيعية، لحد ما الناس تفهم إن أنت متدين ماشي مع نفسك، مش دعوة بحد، أنت أنت مالك مسلم بقى أو مسيحي، إيه دخلك أنت؟ أصله فلان ما، وزي ما كانوا يقعدوا يهاجموا الناس فيكتبوا مش عارف عن إيه، أصل ده ما بيصليش ولا ما بيصومش ولا أنت مالك؟ هو يوم القيامة جه؟ ولا أنت بدل ربنا؟ والتاني اللي كل شغله قدامك تثبيت العقيده، لانه شايف الناس بتروح للجمعه، هو يعني انت مذهبك ده هو العقيده، والتانيين عندهم عقيده برضه وساكتين، وحوالي مليون شخص الانجليين اللي هم البروتستانت مش سامع لهم حس يعني، او مش داخلين على الاقل في المشاكل دي، ليه؟ لان حالهم الاجتماعي افضل شويه، وطبعا تفكيرهم أكثر تاريخية واعتدادا بالتاريخ. تفضل. والله علي صوتك. بنقول إن مصر دايما نجحت في تفسير عبر التاريخ، نجحت في تفسير كل شيء، اللغة والعلوم والفنون والجزاء وكده. نفس النظام بتاع الغرب، المسلمين هناك بيقولوا إن هم نجحوا في أسلمة العلمانية. يعني خلوا الناس استغلوا العلمانية ونجحوا في أمريكا، بيبنوا كل عام مثل المسجد. فصار في دلوقتي بس في الشرق نظرة مختلفة للعلمانية، بيقولوا إن العلمانية فصل الدين عن الدولة، لكن الإسلام دين ودولة. فأنت حضرتك شايف إن الإسلام زي الشرق، في ناس هنا بيقولوا ده هو فعلا في تضاد بينهم، ولا هو الإسلام ممكن يحتوي العلمانية؟ في ثقافتنا قد يكون من المستساغ الكلام عن مذاهب علمانية في أوروبا، ولكن في داخل نطاق المحيط الثقافي العربي والإسلامي لا معنى للكلام عن العلمانية. عشان كده قلت في كتاب لغة العربي إن العلمانية خرافة، وإن الناس اللي بتقول بيها ناس مش فاهمة حاجة، لأن سياق تطور المذاهب الدينية وخبرات التدين في ثقافتنا كان دايما بيربط بين الدين والسياسة، ولانه مفهومنا العام لحركه التدين اي معنى الجامع والكنيسه مش القران والانجيل، الجامع والكنيسه دي افعال تدين، يعني الاسلام كدين لا يتوقف على وجود المسجد الجامع والمسجد العالي والزاويه، والكنيسه في المسيحيه معنى مجازي، لما جه السيد المسيح قام قايله على بيتر، عشان بيتر معناها الصخره اللغه اليونانيه يعني، فقال على هذه الصخره ابني كنيستي، كنيستي عشان حاجه تختلف عن الكنيس او الكنيسة العبري بس، انما مش هو ده هو ده. اللي حصل بقى ان عبر اجيال طويله وعبر استعمال مفرط للدين في السياسه ارتبط الامرين، فالكلام عن العلمانيه في ثقافتنا كلام خرافي ملوش اي معنى، ولا اعتد بيه اصلا. اتفضل. المعتزلة المناحة اللي موفقين فيها لما قالوا بسم الله الرحمن الرحيم، كل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ربنا ما خلقش الشر، ربنا خلق كل شيء، الشر مش شر. انما اللي انفقوا فيه لما قالوا الذات والصفات، فاحنا لو نبين انصافا مش الانصاف عشان
بين الصوفية وبين كل الذات العظمة والإقدار في العظمة، أما الصفات الأفعال الجمال فهنا الأربع الصفات فهنا الذات العظمة والإقدار دي لله عز وجل، أما حاجات الصفات دي مطلقة للمولى عز وجل ومقيدة حسب العطاء لما يتجلى المولى عز وجل على عبد فبيديله محدد، حتى العبد عطاء المولى عز وجل ليه محدد ولكن المولى عز وجل له مطلق. فدي لما المعارضات لما إذا كانت تتفصل أو يجوز بيها شرح أو تفسير لعامة المسلمين انصافا للصوفية غير المتصوفة، المتطوفة المتصنعة الغطاء والحقير الثانية دي أخيرة، ولكن الصوفية الصوفية فهنا ممكن لو بطريقة يعني تستفيد تأخذ الصفات على أساس ايه بس حضرتك ده موضوع متخصص جدا، انما خليني يعني اقول نبذه عنه او ازاي حصلت الوصله لموضوع ذات الصفات. لما دخل الرب بجيوشه على اورشليم، ما كانش اورشليم ليه اجتمعوا زعماء الكنائس وقالوا له الفرس اللي انتوا تركتوهم دول اللي دخلهم اليهود، فاحنا عايزين ايه؟ نذبح اليهود. قال لهم طب انا عامل نفسي بشوف البلد، وحصل فعلا مذبحه مروعه في طول البلاد وعرضها عشرات الالاف ذبحوا، ده بالاسلام. طيب انتوا بقى مختلفين في ايه؟ قالوا والله احنا يعني كلنا أرثوذكس بس احنا مختلفين حوالين طبيعة المسيح. ليه مختلفين ليه؟ الراجل بتاع حرب بقى وبتاع مالوش في الكلام ده. قالوا في ناس بيقولوا مننا بيقولوا ان الله والمسيح من طبيعة واحدة، وناس بيقولوا هم عن طبيعة واحدة، وناس بيقولوا ان الله وناس بيقولوا ان الانسان. قالوا لا بص شوفوا لنا حاجة تحل الموضوع ده. فظهر المذهب المونوثيري، يعني مذهب وحدة الإرادة الإلهية، إن الله وإرادته شيء واحد، وإن المسيح أي المكان بقى ابن التبني ولا ابن فعلي ولا ابن مجازا ولا رسول، هو إرادة إلهية مونوثيلية. فالله وإرادة الله لا ينفصلان. الكلام ده كان سنة 628 ميلادية، وكان يدوبك الإسلام بيطل في قلب الجزيرة وهيبدأ ينتشر. فانتشر بعد 50 سنة من انتشار الإسلام، الناس غيرت اللغة الجيل الثاني، بس الناس دي لسه موجودة. فظهر المتكلمين المسلمين أو علماء العقيدة اللي شغلهم برضه فكره صفات الله. فالمعتزله كانوا اول ناس يعني حددوا الحكايه دي، قالوا بص الله وصفاته شيء واحد،